عادل وهو في سني بالظبط دلوقتي كان بيعمل مدرسة المشاغبين. دي نقطة لازم نلتفت ليها كويس جدا، ان انا لسه مخلص جيش من سنة، يعني انا لسه فانا حاسس ان في ضرب وتخبيط بيخبطوا على يلا قوم اشتغل انت ما عملتش حاجة يلا انت ماشي يعني وانا لسه يعني انا لسه بس عايز اغسل وشي واشرب قهوة واشتغل بقى يعني بس فحاسس ان في تحامل شوية انا لسه بتعلم ولسه كل سنة بتعلم. من سنتين كنت بشوف ان البطولة ان انا لو اتحطيت في مثلا في مشكلة لازم اكون واقف وصلب النهاردة انا شايف النهاردة بعد سنتين عقلي نضج شوية وكبرت شوية بقيت بشوف ان البطولة ان انا اصلا ما ادخلش الخناقة، ان انا اتلاشى المشاكل، هي دي الموضوع، وان انا ابقى اركز في شغلي بس، ما حتى لو سمعت كلام ضايقني ما التفتش اليه واركز في شغلي واللي بيني وبين جمهوري فقط الشغل والكلمة الطيبة. ان انا كان بيبقى في شخص زعلني فاروح قايل رد فعل فيزعل ملهاش ذنب في المشكلة. فبتعلم والله كل سنة، انا بوعد الناس ان كل سنة يحسوا بان انا كبرت سنة ان شاء الله.